متابعينا، في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع، استطاعت حركة طالبان أن تستولي مجددا على أفغانستان بشكل أسرع مما يتوقعه الجميع. فقبل حلول الموعد النهائي بانسحاب كافة القوات الأجنبية من البلاد، استطاع مقاتلو الحركة أن يسيطروا على كافة المدن الكبرى ويصلون إلى العاصمة كابول، ويعقدون مفاوضات لتسليم السلطة دون شروط وبشكل سلمي. هذه التغطية ستتحدث عن الحركة وجذورها وكيف ومتى نشأت وما الذي تسعى لتحقيقه في الفترة المقبلة. أولاً، من هم طالبان؟ طالبان حركة ظهرت في أفغانستان خلال الحرب الأهلية والتي اندلعت عقب انسحاب القوات السوفيتية في عام 1989. وفي ذلك التوقيت كانت حركة طالبان الأفغانية تتواجد بشكل رئيسي في الجنوب الغربي ومناطق الحدود بين أفغانستان وباكستان. أسس الحركة الملا محمد عمر، والذي كان أحد قادة المقاومة ضد السوفيت، وأسس الحركة عام 94 لتأمين مدينة قندهار والتي تقع جنوب شرق البلاد، والتي غرقت في حالة من الجريمة والعنف. وفي خريف عام 96 استولى طالبان على كابول وأعلنت أفغانستان إمارة إسلامية. كان حكم طالبان وحشياً بل وقمعياً، فلم يكن للنساء أي حقوق تقريباً، وتم منعهن من التعليم وإجبارهن على ارتداء البرقع، وتم حظر الموسيقى والأشكال الأخرى من الإعلام. عدد عناصر طالبان بالتحديد غير معلوم، ولكنه يقدر بنحو 75,000. وكانت أيديولوجية طالبان مشابهة لتنظيم القاعدة، رغم أن اهتمامات الحركة كانت قاصرة على حكم أفغانستان. في مقابل المساعدة على محاربة القوات المتحالفة مع حكومة البلاد، وفر قادة طالبان مأوى لزعيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن وغيره من أعضاء التنظيم والمتورطين في أحداث 11 من سبتمبر. أطاح الغزو الأمريكي بنظام طالبان في وقت لاحق عام 2001، وفي أواخر يوليو لعام 2015 أكدت الحكومة الأفغانية أن الملا عمر مات في إبريل عام 2013 في كراتشي بباكستان. أما ثاني سؤال، كيف استعاد طالبان قوتها؟ بعدما تم الإطاحة بها، تشتت الطالبان ووجد بعض القادة ملاذاً في باكستان، حيث بدأوا في تدعيم أنفسهم بمساعدة من المؤسسة الأمنية الباكستانية. وفي أفغانستان سمح وجود القوات الأمريكية للحركة بحشد المجندين لمحاربة الاستعمار وأيضاً الفساد. وعلى مدار عقدين كانت حركة طالبان تسحب تدريجياً قرية تلو قرية، وهي طريقة متطورة للغاية في لعبة الحشد على المستوى الشعبي. وأعاد مسلحون أيضاً تنظيم صفوفهم من خلال حملة من الخوف والعنف، فتم اغتيال من انضموا إلى الشرطة والجيش، وتم أيضاً استهداف الصحفيين والمفكرين والإعلاميين الذين يعبرون عن وجه الشعب للمجتمع المدني الأفغاني. نستكمل محاضرتهم كيف تم تمويل وتسليح طالبان. تحصل طالبان على أموالها من عدة مصادر. بعض الأموال تأتي من تجارة الأفيون وتجارة المخدرات أو جرائم أخرى مثل التهريب. كما تفرض الحركة ضرائب على المزارع والأعمال الأخرى، وفي بعض الأحيان يشارك المسلحون في اختطاف وهجمات وفدية. وتحصل الحركة أيضاً على تبرعات من مجموعة واسعة من المستفيدين الذين يدعمون قضيتها أو يرونها كأحد الأصول المفيدة بحسب ما يقول الخبراء. أما عن الأسلحة، فبعضها يتم التبرع به والبعض الآخر يتم شراءه، بينما يتم سرقة الكثير منها. أما السؤال الآخر، ما هو حالياً هدف طالبان؟ يقول الخبراء أن هدف الحركة بسيط، وهو استعادة ما خسرته في مطلع الألفية، ويريدون استعادة الإمارة الإسلامية، ويريدون أيضاً رؤيتهم للشريعة، ولا يريدون برلماناً أو السياسات الانتخابية، فلديهم أمير ومجلس مالي، ولديهم الرؤية التي يعتقدون أنها الأفضل للإسلام. بعدما تولوا السلطة، فرض طالبان رؤيتهم المتشددة للشريعة الإسلامية، وحظروا الألعاب والموسيقى والصور والتلفزيون، أيضاً منعوا النساء من العمل وأغلقوا مدارس تعليم البنات، وتعمدوا إلى قطع أيدي السارقين وإعدام القتلة والمثليين علناً، ورجم الزانيات بالحجارة حتى الموت. في ممارسات لقيت تنديداً واسع النطاق، وفي أذار مارس عام 2001 فجروا تمثالين بوذيين عملاقين في باميان، وسط ما استدعى موجة استنكار عالمية، ونقل مقر السلطة إلى قندهار، حيث أقام الملا عمر في منزل بناه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، واستقطبت الأراضي الخاضعة لسيطرة طالبان الجهاديين من مختلف أنحاء العالم.
أيضا تحولت إلى معسكرات للتدريب وخاصة لتنظيم القاعدة. أما عن من يقود طالبان الآن؟ يتولى هبة الله أخوان زاد زعامة طالبان منذ مايو 2000 في السادف 2016، وتم تعيينه في المنصب من قبل مجلس شورى الحركة خلف لزعيمها السابق أختر محمد منصور. السؤال الذي بعده: ما مستقبل تنظيم القاعدة بعد سيطرة طالبان على أفغانستان؟ مع اقترابها من السيطرة الكاملة على التراب الأفغاني، أثار الصعود الكبير لحركة طالبان تساؤلات حول مستقبل تنظيم القاعدة، والذي كان أحد أبرز أسباب الغزو الأمريكي للبلد في عام 2011. وفي خضوع أيام استطاعت حركة طالبان الاستيلاء على عواصم الولايات الأفغانية حتى وصلت لحصار العاصمة كابول، وسط حديث متصاعد عن مفاوضات استلامها من الحكومة دون قتال. ما في غضون ذلك برز التساؤل حول ما إذا كانت طالبان في دخولها الثاني في عام 2021 ستكون نفس النسخة التي حكمت البلاد من العام 96، واحتضن التنظيم القاعدة وزعيمه أيضا السابق أسامة بن لادن حتى سقوط نظامها إثر التدخل الأمريكي في عام 2001. أم ستتعلم من أخطاء الماضي؟ يظل هذا السؤال. أصل معكم لختام هذه التغطية، نشكركم لطيب المتابعة. كانت هذه التغطية عن حركة طالبان الأفغانية بعد سيطرتها على أفغانستان. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.